نظمت حلبة جوردن سبيد سنتر خلال شهر رمضان المبارك بطولة سباق الكارت الرمضانية للشركات وبمشاركة 11 فريق، وأقيمت تحت الأضواء الكاشفة وبإشراف رانيا إبراهيم مديرة الحلبة وحمزة ديراني بطل سباقات الكارت. وقد توج فريق شركة أمنية للاتصالات الخلوية بلقب بطولة سباق الكارت الرمضانية بعد أن حل في المركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق شركة مرسيدس، المركز الثالث جامعة نيويورك، المركز الرابع فريق تويوتا، المركز الخامس تورك، المركز السادس أراميكس، المركز السابع مطبعة النهضة، المركز الثامن دي اتش ال، المركز التاسع إيسنس، المركز العاشر فريق بنك عودة، المركز الحادي عشر أجيليتي. وفي نهاية السباق الذي حضره جمهور كبير، قام السيد حمزة ديراني ورانيا إبراهيم بتتويج الشركات الفائزة بالمراكز الأولى، كما تم تسليم الدروع التذكارية لرجال الإعلام الرياضي والدفاع المدني. ودأبت حلبة جوردن سبيد سنتر على تنظيم سباقات للكارت لجميع فئات الأعمار ولكافة شرائح المجتمع، للشركات، للمدارس، للجامعات، للبنوك، بالإضافة لبطولة الأردن للكارت وتصفية بطولة الروتاكس العالمية. والله سباق كتير حلو بصراحة، أنه بيجمع بين شركات عدة أردنية وغير أردنية، وبسنح لأن أنه نتعرف على بعض بخصوص شركات منافسة ولا غير منافسة، وأجواء جدا رمضانية حلوة وتنافسية بشرف طبعا. والله استمتعنا كتير، كتير كان الجو حلو، المنافسة كبيرة وكتير كان في شركات مشاركين، وحبينا الجو العام كتير كان حلو. والله الحقيقة المشاركة بين الشركات كتير حلوة بهيك تنظيم، وخاصة في وقت زي هيك حلو برمضان، وفرصة للتعارف بين الشركات مع بعض وبين المشاركين، ومنافسة حلوة، وبنفس الوقت بنستفيد منها كإحنا شركات في عملية الماركتينج، في عملية الريسز، بعملية الدعاية والإعلان. طيب شو رأيك بهالحلبة؟ شو رأيك بالتنظيم؟ الحقيقة الحلبة من أنظم الحلبات اللي موجودة حاليا بالأردن، لأنها سيفتي، بتتميز أن هي عوامل الأمان موجودة فيها، والقائمين على التنظيم عندهم الخبرة الكافية أنهم يحققوا المطلوب بشكل جيد الحقيقة. والله كانت حماسية كتير وقوية كتير، وبتخيل أنه عملنا تقريبا 43 ثانية وسبع أجزاء، وبتخيل أنه إن شاء الله نكون الأول. يعني إشي كتير كان ممتع، يعني بالذات برمضان، واستفدنا خبرة يعني ورياضة بشكل عام. ليش اخترتوا الكارت للمشاركة؟ ليش اخترنا الكارتينج؟ لأنه إحنا شركة سريعة ونثبت سرعتنا بسواقة السيارات كمان وتوصيل الشحنات. السباق كان جيد جدا، واستفدنا إنه عم نشارك مع هالشركات اللي عم تدعم هالرياضة هاي، وإن شاء الله نتأمل من الشركات التانية كلها تشارك بالمسابقات التانية. طيب شو الشركة بتشجعكم؟ شو بتقدم لكم؟ بتقدم لنا كل إشي، بين لبس، بين دعم مادي، بين معنويات، بين جمهورنا، ويعني إن شاء الله للمرات جاي نكون أقوى كمان. Champions, my friend, and we'll keep on fighting.
taken my bows at my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses.